السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. اليوم إن شاء الله راح أقدم لكم وجبة ريوق جدا سريعة وسهلة. إفطار هو بصراحة من بلاد الشام، فطائر الزعتر وفطائر الجبن المالح. فخلينا نشوف مكوناتها وطريقتها. هنا عندي 4 أكواب، كوب القياس من الطحين الأبيض، عندي طبعا رشة ملح، و ربع كوب من زيت الزيتون، ملعقة طعام من الخمرة. إذا ما متوفر عندكم زيت الزيتون تقدرون تستخدمون أي زيت عادي، ورشة سكر حتى تفاعل الخمرة بالحليب. بالبداية هنا نخلي تقريبا في كوب من الحليب، ونخلي عليه الخمرة والسكر، ونخليها على جهة بس شوية تتفاعل أو تذوب حبيبات الخمرة حتى بسرعة ما تطول عندنا العجين، يعني تقريبا شي 10 دقائق ونبلش بيها. الملح مباشرة على الطحين، نحاول قدر الإمكان نبعد عن الخمرة بس شوية تذوب. وهنا من بعد ما ذابت الخمرة خليت عليها الزيت، وراح أفرغها على الطحين. فطائر هشة وسريعة، وإن شاء الله يا ربي تعجبكم. أبدي أعجن. بالنسبة لباقي الحليب المفروض يعني نخليه على العجينة تدريجيا لحد ما يصير قوامها مناسب، يعني تاخذ 2 إلى 2.25 كوب. إذا احتاجت أكثر حسب نوعية طحينكم تقدرون تخلون شوي شوي. هنا أحب أعجن على الطاولة حتى تنزال التكتلات من عدها بسهولة، وتصير عندنا عجينة هواية متجانسة. هذا اللي بقى من يعني بصراحة الحليب كله خلص، وبالنسبة للنجانة راح أدهنها حتى تطلع عندنا العجينة بكل سهولة، اللي راح أخلي بيها العجين تختمر. راح أبدي أشيلها من الطاولة بهذه الطريقة، نرفعها ونخليها بالنجانة تختمر 10 دقائق، ونبدي نبلش نسويها على شكل أقراص. وبالنسبة لحجم القرص حسب الرغبة، شلون تحبون تسوونه، كبير أو صغار. هذا يكون قوام العجين، كل ما كانت مائلة لليونة كل ما تطينا مفعول هش، يصير يعني قوامها هش. راح أغطيها. خلينا نشوف الحشوة. هنا عندي تقريبا ربع باقة من البقدونس أو المعدنوس، عندي جبنة مالحة وعندي جبنة حلوم، تصير تنفع يعني للمعجنات، وتنأكل يعني همينة بالسندويشات. هنا عندي 1/4 كوب تقريبا من خلطة الزعتر، خلطة جاهزة تلقوها بالسوبر ماركت، هواية طيبة ومفيدة ومقوية بنفس الوقت، تحتوي على الزعتر والسمسم. وهنا عندنا زيت الزيتون، خلينا نشوف شلون راح نخلط هذه. بالنسبة للزعتر راح أخلي عليه زيت الزيتون حسب يعني الكثافة، راح تكون ضيفوها تدريجيا لحد ما يكون وياكم القوام نفس هذا اللي شفته. وبالنسبة لخلطة الجبن راح أخلط الجبنة المالحة والجبنة الحلوم، وعندنا هنا المعدنوس او الكرفس، شنو متوفر عندكم شي، نخليه على الفطار ينطي لون حلو وطعم طيب. وابدي ابرش الجبنة، جهزت عندنا الحشوات. وخلينا نشوف العجينة مالتنا، خلال 10 دقائق جهزت الحشوات، وبنفس الوقت ارتفعت عندنا العجين وتضاعف حجمها بدون بيض بدون تعب مثل ما شفتوا بالإيد، نقدر نعجنها.
خليت بإيدي شوية زيت وراح أبدي أسويها على شكل أقراص أو أشنكها. نبدي نلم الأطراف أو الجوانب بالوسط هذه الطريقة، وبعد ذلك نبدي نجمعها بالإبهام نقرصها. طريقة سهلة. هنا أغطيها شوية، يعني أحاول إنه حتى ما يبس الوجه، وأبدي من أول وحدة بلشت أشكلها. هنا بنات إذا حبيتوا تشترون من هذه حصيرة السيليكون بصراحة هواية فادتني وأنصحكم بها، موجودة بكل الأسواق، اشتريتها أعتقد من الوال مارت، وموجودة بتجهيزات المنزلية إذا حبيتوا تشون عليها المعجنات، الكوكيز، الكليتشة، تطي فد استواء للمعجنات، هواية حلو. وبصراحة إذا كانت عندكم الصينية يعني جديدة همينة ما راح تخرب وتبقى على نفس النظافة، بس تشيلوها تغسلوها وبسرعة ينزال من عندها الدهون والمواد، يعني هذا الطحين والجبن وهاي الأشياء. فإذا متوفرة عندكم أو حواليكم أنصحكم تشتروها. هنا بلشت بالبداية بالصينية مالت الجبن، سويت شلون الميني بيتزا، يعني العجينة بها إطار على الداير، وبعد ذلك خليت الجبنة اللي خلطتها شكلين، أو أي جبنة متوفرة عندكم يعني ما في إشكال، موزاريلا وجبنة مالحة، ووزعت عليها الكرفس أو المعدنوس قصدي. وهنا بس على الداير راح أسوي البياض، البيض ما يطلع زفرة، وإذا حبيت تخلون البيضة كاملة تقدرون تخلون وياها قطرتين من الخل الأبيض، نهائيا ما تطلع زفرة. وهسه راح أدخلها بالفرن بس شوية، يعني أخليها تقريبا دقيقة من بعد التشكيل والحشو، وبعد ذلك أدخلها بالفرن. وهنا عندنا هذه فطائر الزعتر، هذه كلها يعني مثل ما شفتوا نهائيا ما تطول بإيدينا، يعني لأن تشكيلها سهل وبنفس الوقت سريعة. العجينة 10 دقائق بين ما حضرت الحشوات هي اختمعت. حضرت الفرن على درجة حرارة تقريبا 450 فهرنهايت، ما يعادل 200 وشوية هيجي مئوية. فخليت أول صينية على الرف الوسط أو على الرف الأول، إذا أخذت لون ذهبي هاي بعدها بس تأخذ اللون الذهبي أبدي أشغل الفرن من الأعلى. هاي الصينية خليتها حتى تتهيأ وترتفع، بعد ذلك نحمرها، وهذا يكون شكلها النهائي. ما تتصورون ريحتها شلون طيبة، وهواية سهلة، والعجينة بدون بيض أكيد راح تعجبكم. وأتمنى من عندكم الاشتراك بقناتنا الأولى شاي مهيل والثانية شناشيل، أكون ممنونة من عندكم حبايبي. ولا تنسون باللايك وشير الفيديو بين الأصدقاء، وأترككم إن شاء الله حفظ الرحمن، في أمان الله.